نعود مشاهدينا الكرام إلى الخبر الذي افتتحنا به هذا النشر، ألا وهو زيارة رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة إلى العاصمة الجزائرية الجزائر، وأهم ما تمخذت عنه هذه الزيارة مع موفد الأخبار إلى الجزائر فاتن حفصية، نتابع. لقاء رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة بالرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، قدم خلاله تهاني تونس لبوتفليقة لإعادة انتخابه لولاية الرابعة، وعرج على العلاقات الثنائية والظرف الإقليمي والتعاون الأمني السائر كما ينبغي بين البلدين. ملف التبادل التجاري، ملف الاستثمار، ملف تشجيع المناخات في الجزائر وتونس باش الإخوة الجزائريين والإخوة التوانسة يعني يستثمروا من ناحيتين ويشوفوا يستثمروا مع بعضهم ويشوفوا فرص لتنمية الاقتصاد في الجانبين، فيه الجانب المالي في ميدان الطاقة. تعرف احنا اكبر مزود للطاقة في تونس هو الإخوة الجزائريين، ففي الميدان الأمني كيف كيف عنا تعاون في مستوى القيادة، ولكن تعاون يومي كذلك شغل التيران. قبلها اجتمع جمعة بالوزير الأول عبد الملك سلال بقصر الحكومة، وتوج اللقاء باتفاقيات منها بروتوكول مالي يتعلق بمنح قرض ميسر لتونس ب100 مليون دولار، وبروتوكول ثان يتعلق بمساعدة غير قابلة للاسترداد لتونس ب50 مليون دولار، واتفاقية إيداع بين بنك الجزائر والبنك المركزي التونسي بقيمة 100 مليون دولار أمريكي. احنا نتعاون في كل المجالات الاقتصادية والأمنية والسياسية، ونتشاور في كل القضايا ذات الاهتمام المشترك، وهذا المسار اللي متجهين ليه. وكما قال السيد فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أمن تونس من أمن الجزائر، واستقرار تونس من استقرار الجزائر. هناك آفاق واعدة بالنسبة لتدخل شركات تونسية أو لانضمام شركات تونسية لعدد من الشركات الجزائرية لإنجاز مشاريع مشتركة في مجال البنية التحتية، في مجال البناء والسكن. زيارة هي الثانية لرئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة إلى الجزائر بعد نحو 100 يوم من توليه مهام القصبة، وعنوانه الأساسي سياسي واقتصادي صرف، أما الآني فهو الملف الأمني، إذ تعول تونس على تجربة الجزائر في مكافحة الإرهاب وتقديم الدعم العملياتي والاستخباراتي إلى تونس لتتويقه. فاتن حفصية، التلفزة الوطنية، الجزائر.